بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الصلاة من العبادات العظيمة التي سنها الله تبارك وتعالى وجعلها من أركان الإسلام بعد التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والله عز وجل ذكرها في كتابه تبارك وتعالى في أكثر من 65 آية، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 178 حديثا، وهي صلة بين العبد وبين الرب، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان إذا وضع في قبره، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. وصلاة الجماعة من الأمور العظيمة والأسباب الجميلة الجالبة للسعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الصلاة لازمة لكل مسلم، فانظر ماذا قال الله عز وجل فيها، وجعلها من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قيل: أين يركع الراكعون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال ربنا عز وجل في الحفاظ عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ربنا تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والله عز وجل يوضح تبارك وتعالى أن هذه الصلاة لا يصدك عنها إلا المعاصي، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويوضح ربنا تبارك وتعالى أن كل شيء يؤخر بعد الصلاة، كل شيء يؤخر إلى بعد الصلاة. انظر أمر الشهادة العظيمة، يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. والله عز وجل يوضح ربنا تبارك وتعالى أن الصلاة تجلب النفع وتدفع الضر، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. والله تبارك وتعالى جعل من أعظم أن يقدر العبد ربه أنه يكون من أهل الصلاة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والله تبارك وتعالى جعل أن الهداية للصراط المستقيم بالصلاة. قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أسباب الاعتصام في وقت الفتن الصلاة. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. ومن أسباب رقة القلب الصلاة. قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. وربنا تبارك وتعالى جعل من أسباب الدخول في محراب الرب عز وجل وتام التوبة الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. والله عز وجل جعل أن المساجد إنما يعمرها أهل الصلاة وأهل الإيمان، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام
وأقام الصلاة، وجعلها أن من يحافظ على الصلاة يحافظ على شعيرة الإيمان، وهي من أعظم الصفات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وجعل من صفات النفاق أنه لا يصلي، وإذا صلى يرى الناس. قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تبارك وتعالى عز وجل جعل من صفات أهل الإيمان أول صفة وآخر صفة الصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانات معادهم رعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله أكبر. بدأ بصفات الإيمان صلاة، وختم بها أيضا بالصلاة. فلذلك يا إخواني لا نفرط في الصلاة، ولا نفرط في صلاة الجماعة وما فيها من الأجر العظيم، أنها أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد ب27 درجة، كما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرقوا بالنار، ثم ذكر أنها أثقل الصلاة على أهل النفاق صلاة العشاء والفجر، فقال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والعلماء في صلاة الجماعة يتكلمون، الحنفية والمالكية والشافعية يؤكدون على أنها مؤكدة، والإمام أحمد يقول أنها فرض عين، والظاهرية يقولون أنها شرط في صحة الصلاة. والكلام قوي جدا على هذه المسألة من هذا الحديث العظيم: ولا يعذب بالنار إلا ربنا. فدونكم يا أخواني صلاة الجماعة، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يجللكم وأن يعينكم وأن يجعلكم من أهل البر ومن أهل الصلاة. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.